أهلا، مرحبا بكم بأذربيجان. معكم من شركة السلال للسياحة والسفر لشان مدير الشركة. الآن نحن في حديقة اسمه ضابط لار، يعني حديقة الضباط، أحد من الأجمل الحدائق في باكو، في مدينة باكو. واليوم 1 يناير 2019، أول يوم سنة. أنا أريد أن أوريكم مكان اسمها بوز ميدان شاسي، يعني الميدان الثلج، تذلج يعني. نخش جوه ونشوف ما هي اللي جوه هذا المكان. ناس بيجوا هنا عشان يلعبوا على التثلج، رخيصة جدا، نص ساعة لكبار فقط، 10 منات، 10 منات تقريبا يساوي بدولار، يعني $5 تقريبا، $5 يعني $6 ممكن، نص ساعة. أدعوكم تجوا إلى أذربيجان قريبا في يناير، يعني هذا مكان يشتغل طول سنة حتى في الصيف، وممكن نأخذكم إلى الجبال وفي شغدغ، مكان شغدغ هتشوف هذا مكان من أول يعني كله.